معلق المباراة السعودي عيسى الحربين. مساء الخير يا أخي عيسى. مساء النور، اهلا اهلا بك دايما هلا عيسى، وكل الاجر. ايه الجمال اهلا ده، وسهلا بيك. ايه الجمال ده، كنت متألق النهارده بصراحة. الاهلي يخلي اي حاجة متألقة حوله حواليه. لا انت يا عيسى على طول متألق يا عيسى، وياما امتعتنا. عادل عبد الرحمن معاك. اهلا اهلا يا كبير، اهلا بيك اهلا بيك، منور الدنيا دايما. النور نورك. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. هبة مصر لكل العرب. صحيح. ألف مبروك لهذا النادي الكبير، عراقة وأساطير وجماهير. حقيقة الأهلي الليلة مزيكا. الحمد لله، دايما الأهلي مزيكا. نهني جماهير النادي الأهلي، لأن هذا النادي اعتقد ان على كل العرب ان يفتخروا بقيمه هذا النادي وعراقته وكذلك عالميته. شفت الماتش ازاي بقى انت؟ يعني امتعتنا وامتعت كل الجماهير الاهلاويه النهارده. كل الجماهير العربيه. مبارك للاهلاويه ويستاهلوا الفرحه. والماتش للامانه في الشوط الاول شويه زي ما تقولوا غلس. مش راضي الفريق اوكلاندي انه يطلع من مكانه. ايوه. لكن اعتقد ان الشحات بهدفه جعل الماتش مباراه من طرف واحد. فرقه حلوه الاهلي. انا هذه وجهه نظري، ربما يكون هذا الجيل يعني ما يعني في النهايه في اجيال واساطير، ربما النظره لهذا الجيل اقل من الاساطير والاجيال السابقه. لكن اعتقد انها هذا الجيل ربما يذهب لابعد نقطه في كاس العالم باذن الله رب العالمين، نتمنى ذلك ان شاء الله. حلوه والكوره حلوه، وبصراحه حبيت كثير من الاسامي في النادي الاهلي في هالفريق بالتحديد. عجبني كثير حمدي، وعجبني كذلك هاني والشحات وشريف وكهربا والمزيكا. وعجبك قفشه بقى، وعجبك قفشه كمان، كان ليك كده لقطه مع قفشه. شوف هي يعني ليس سرا، لو تسال قفشه او تسال اي اهلاوي او تسال حتى الزملكاويه، يعني ان هدفه في 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 دير بالقرن امام الزمالك في نهائي افريقيا ربما هو الهدف الذي الاعظم في تاريخ افشه نفسه، ولن ينسى، وربما يحق لافشه ما لا يحق لغيره من بعد فانا احب افشه صراحه. صحيح، واحنا كلنا بنحبه والله. انا اعتقد انه عنده سيره حياه من الكفاح وقصه يفترض ان تكون نبراس لكل اللاعبين. انت بصراحه دخلت كل قلوب الاهلاويه النهارده بعد تعليقك المميز على المباراه. الاهلي يستحق، لان الاهلي هبه العرب، هبه العرب، ونحن نفتخر بهذا النادي. الاهلي ليس قيمه عربيه فقط، انا بوجهه نظري. يمكن مقارعه فيه الريال وبرشلونه والفرق الكبيره، والعرب اعتقد انهم يعولون على الاهلي اكثر من اي نادي عربي. صحيح. ان يبقى دائما في المنافسه. نحن نتحدث الان على المشاركه الدائمه. شوف اوكلاند تعرف ضيف دائم، يعني هو بطل اوكيانيسيا الدائم، ومع ذلك الاهلي يلعب مباريات اكثر من يعني في كاس العالم للانديه. وهذا شرف بحد ذاته كبير. عيسى مين نجم المباراه من وجهه نظرك؟ شوف يعني اعتقد شناوي كان مرتاح، نستبعده يعني هي. كان عنده اجازه، كان شناوي في مباراه اليوم. الفريق كله نجوم، لكن من الصعب اختيار. انا اعتقد ان الكابتن حمدي فتحي
قدم مباراة كبيرة وكلهم والله نجوم. كذلك عجبني كثير أحمد عبد القادر يعني كان كمان هاني في اليمين. لكن أنت كان عاجبك محمد هاني طول المباراة؟ أنا أشوف الماتش اللي فكوا الشحات، أنا أميل اللاعب اللي المهاري يا عيسى عارفين اللي فتح اللي فتح الطريق. لكن شريف قدم كذلك مباراة كبيرة محمد شريف، ولكن أنا أميل إلى الشحات لأن التوقيت الكابتن صحيح الهدف صحيح قبل في الوقت بدل الضائع الشوط الأول جعل من المباراة سهلة في الشوط الثاني والثالث. شايف إزاي بقى المباراة القادمة بإذن الله مع سياتل الأمريكي؟ خلوني أعلق وفوز. المباراة أنا أعتقد أنها أيضا إذا ظهرت روح الفانيلا الحمراء إن شاء الله حيكون الماتش بين الأهلي والريال يا رب إن شاء الله بإذن الله. نشكرك شكرا جزيلا، دخلت قلوبنا وقلوب جميع الجماهير العربية النهاردة والجماهير الأهلوية بصفة خاصة. ألف شكر معلقنا العظيم عيسى الحربين.